معانا على تليفون فاطمة عبد الستار، استشاري العلاقات الأسرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشنج. مساء الفل. مساء الخير، أهلا أهلا. كنت عايزة أسأل حضرتك عن هل التشابه بين أفراد الأسرة في نفس الشكل، الطباع، هل ده بيقوي العلاقات ما بينهم ولا بيخليهم ينفروا مع بعض في التعامل ويكون في حد مش عايز يبقى في حد شبهه ولا زيه؟ يعني اهلا بيكي يا سهى. الاول أهلا بحضرتك. خليني اقول لك ان احنا مش هنحصل على التشابه بنسبه 100% في الطباع. احيانا بيكون الاب والام واحد ومقدم الرعايه واحد، ولكن بيبقى فيه اختلافات هنا. احنا مش شكل بعض في الطباع، يعني ده قانون او شيء مسلم بيه لازم احنا نعرفه. بتبقى الام او الاب نفس التربيه واحده ونفس الحاجات اللي بيدوها لهم في التربيه من الرعايه والدعم والحب، ممكن تكون متشابهه، ولكن في حد بيتشرب ده، حد بياخد ده، والحد التاني ما بياخدش ده، فبيطلع هنا عندنا منظومه من اختلاف في الطباع. ولكن احنا بنقول لما بيكونوا متشابهين في حته المعتقدات اللي بتترسخ في الطفوله، في شكل العلاقه، في التواصل، في الحاجات اللي الأب والأم أو التنشئة بتعملها، فإحنا بنبتدي هنا نعمل تواصل جيد ما بيننا، حوار جيد ما بيننا، فبيبقى فيه هنا تشابه، بنعرف نتكلم، بنعرف نسمع بعض. ولكن في نقطة مهمة لازم نعرفها، إن إحنا طباعنا مش شكل بعض، لأن نمط التعلق بتاعنا مختلف رغم إن إحنا من أب وأم واحد. طبعا. طب يعني على سبيل المثال، لو انا كنت الاول متفرغه لبنتي الكبيره وربيتها واديت لها كل شيء وبقدر ما استطيع من العطاء والتربيه والصفات المكتسبه، وبعد كده جيت انا بقيت بشتغل، اللي بعدها على طول بتبتدي القدرات هنا تقل، الحاجات اللي كنت بديها في المعطيات واحد ما بقيتش اديها في المعطيات اتنين في الطفل اللي بعد كده، طبعا. ففي هنا حاجه مختلفه. بس هو بتختلف بقى من الروح مثلا، يعني ممكن يبقوا متشابهين في الروح، في الشكل، في حاجات تانية غير الطباع. أكيد أكيد طبعا، أكيد طبعا أكيد بيبقى في تشابه في التفاهم، في التواصل. وجود تواصلنا مع بعض ده اللي بيقول الروح موجودة، إن احنا فاهمين بعض، ما بنتخانقش مع بعض على طول، ما بنوقفش البعض على الوحدة. طب هل في بتأمني بالمثل اللي بيقول العرق يمد السابع جد، ان هو ممكن يبقى فيه شبه بس في مورث في صفات من اجداد، من يعني من جيل غير الجيل ده؟ أكيد طبعا أكيد طبعا. من الناحية العلمية بنقولها إزاي؟ أكيد طبعا إن الاستعداد الوراثي بيبقى موجود وبيأثر جينات. علينا جدا. جينات ودي إن إيه والميول بتاعتي والاستعدادات بتاعتي اللي إحنا بنسميها يا سهى السمات اللي بتأثر علينا بقى بنسبة كام في المية؟ من 12 ل 18%، دي بتأثر علينا في تكوين الصفات الشخصية بتاعتنا، في السمات بتاعتنا، في السلوك بتاعنا اللي هو موجود في الوقت الحالي. فاحنا بنقول دايما ان اختياراتنا وسلوكنا اللي في الوقت الحالي بيبقى مزيج من 3 حاجات: رقم 1 الاستعداد الوراثي، رقم 2 التنشئة الوالدية، وبعد كده مؤسسات بقى الطبيعي الاجتماعي اللي هي المدرسة والكنيسة والمسجد والنادي والمكتبة، دي كلها بتشكل الصفات بتاعتي. فالمثل اكيد طبعا وبيأثر علينا اكيد، وفي صفات جينية بتأثر علينا. طب عايزة أسأل حضرتك حاجة أخيرة، هل مع يعني قابلتي قبل كده الكيسز اللي هي يقول لك ده انت بقيتي شبه جوزك بالظبط او انت بقيت شبه مراتك بالظبط، حتى في الشكل، من كتر ما احنا عاشرنا بعض او قعدنا فترة طويلة مع بعض الطباع بقت واحدة، حتى الشكل بقى واحد؟ قابلتي الكيسز دي او الحالات دي؟ قابلتها جدا كتيرة عن طريق الكابل سيشن، طبعا بشوفها على طول بعد 20 سنة من الزواج اللي بنسميهم سنوات التعارف، بيبقى فعلا الزوج بيخلط على الزوجة وهي بتخلط عليه، لدرجة ان احنا بنقعد نقول لهم هو انتوا اخوات؟ يعني لما بنشوف حد بالشكل ده، هو انتوا قرايب؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ فمن بعد بقى المحاكاة والاتصال والمعاشرة بجد بنبقى احنا الاتنين بنبقى شبه بعض، خلاص بقى وصلنا لحتة سنوات التعارف، بقى عندنا جزئية ان احنا نفهم بعض من نظرة العيون، بنبقى شكل بعض فعلا.
ده حقيقي، الحقيقة. وكمان بتحصل مع الصحاب. هتلاقي مثلا لو عندك صديقة من 20 سنة مثلا، لقيتي ان انتي فجأة بقيتوا فيكوا حاجات كتير قوي مع بعض، نفس الستايل اللبس، نفس طريقة الكلام، نفس الضحكة، في حاجات كتير كده بتلقطي ان هم قاعدين، لا انتوا يا صحاب بقالكوا كتير يا اخوات. التفاهم والتواصل وتبادل الأفكار اللي ما بيننا طول الوقت من خلال المعاشرة والمحاكاة والصلة والوعامل الزمن بتخلي أي اتنين يكونوا شبه بعض، المنتاليتي بتاعتهم بتكون موصلة لبعضهم، إحساسهم قريب جدا من بعضهم، فبنرجع الأمور دي كلها لعامل الوقت والزمن والعشرة. أستاذة فاطمة شكرا ليكي جدا على مداخلتك معانا النهاردة، فعلا قلت لنا كلام لذيذ قوي. فعلا العرق يمد للسابع جد زي ما قلنا، دي مش كلام وخلاص، ويخلق من الشبه 40. كل أمثالنا الشعبية القديمة كلها ليها معنى وليها حقائق علمية. خلينا بقى نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.